أكثر من 12 مليون تلميذ وتلميذة يستعدون لبدء موسم دراسي هو ثاني من نوعه منذ انتشار جائحة كورونا. الحكومة الفرنسية وفي إطار التحضير لهذا الموسم الذي سينطلق يوم غد، دعت الطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور إلى الالتزام بما أسمته التفاؤل الحذر خلال الدخول المدرسي لهذه السنة. إذا كنا قد استطعنا أن نفتتح هذا الموسم الدراسي بشكل عادي، فإن ذلك ولا شك راجع لحملة التلقيح ولأن الوضع الوبائي بدأ في التحسن. لا زال الوقت مبكرا لنعلن أننا تغلبنا على الوباء، لكننا نستطيع أن نعلن عن تفاؤل حذر، فأعداد المصابين في انخفاض ومعدل الإماتة انخفض ب20% تقريبا خلال أسبوع. كان وزير التعليم الفرنسي في وقت سابق قد حدد الإجراءات الصحية الجديدة التي ينبغي الالتزام بها في المؤسسات التعليمية للحد من انتشار الفيروس، كإلزامية ارتداء الكمامة مع فرض اختلاط جدي محدود بين التلاميذ والطلبة، فيما لم تلزم هذه القرارات التلاميذ والمعلمين بضرورة الإدلاء بالشهادة الصحية المتعلقة بتلقي اللقاح، إجراءات رأت نقابة المدرسين في فرنسا أنها غير كافية للوقاية من الجائحة، فيما خلقت نوعا من الانقسام في صفوف أولياء التلاميذ والطلبة الملقحين وغير الملقحين.